برنامج معرفة طيبة للإجابة على تساؤلاتكم حول المالية الإسلامية. معرفة طيبة، فكرة وأعداد مصرف الزيتونة. مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا. عسلمتكم. اليوم نحاول نتواصل مع بعضنا في برنامج معرفة طيبة، إن شاء الله معرفة طيبة للناس الكل. سؤال اليوم يجينا من عند سي حاتم. سمعت الناس تحكي على البنوك الإسلامية، يا أخي شنية الحاجة جديدة اللي جابوها؟ تيماو يعطيو قروضات كالبنوك الأخر؟ للإجابة على السؤال هذا معنا السيد توفيق لشهب، المدير العام المساعد بمصرف الزيتون. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الأخ حاتم على السؤال هذا، هو سؤال مهم، ونقول له لا يا سي حاتم، البنوك الإسلامية عمرها ما تعطي قروض، وراي حتى كان تعطي قرض يكون قرض حسن يعني بدون انتريس، وهذه مسألة مهمة يلزم السادة المستمعين يفهموها بالكده بالكده. البنوك الإسلامية، وهذا اللي يميزها على البنوك التقليدية، تستعمل أكثر من 20 صيغة تمويل واستثمار بعيدة كل البعد عن قروض بالانتريس، في حين أن البنوك التقليدية تستعمل نوع واحد من العقود اللي هو عقد القرض بالانتريس. وهذه الصيغة الجديدة كلها متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتجاوب على حاجيات الناس الكل، الأفراد، المهنيين، الشركات وغيرهم، لأن ربي سبحانه وتعالى ما يسكر باب إلا ما يحل عدة أبواب خير أخرى. معاملة البنك الإسلامي تقوم على تمويل حاجات ملموسة ولا خدمات فعلية، وعلى هذا تقوم كل معاملات على عقود حقيقية كم البيع والشراء والإيجار وغيرها. ويلزم الناس تفهم اللي راه البنك الإسلامي يشري ويبيع كما التاجر، ويملك ويكري كما يملك، ويدخل معك شريك ويقسم معك الربح والخسارة كما في أي شركة، إلا أن في الواقع هذه الطريقة متاع التمويل يعني الشراكة مازالت مش متطورة بكثرة في البنوك الإسلامية، وإن شاء الله في القريب العاجل نطورها. وراه البنك الإسلامي ما يعطيكش فلوس في يدك ويطلب ترجيعها بمبلغ أكبر، لأن هذه فايدة ولا انتريس، والفايدة ولا انتريس ما مش مقبولين في المالية الإسلامية. وإنما نذكر ونعود كما قلنا، لذا تحب تشري حاجة يشريها البنك بالحاضر ويبيعها لك أقساط، لذا تحب تكري خاصة للمهنيين يشري المعدات ولا يشري الماكينات ويكريها لك، وهذاك اللي يجيب له الربح متاعه اللي هو بدوره يقسمه مع المودعين اللي خلاه فلوسهم عنده، ويتكون النتيجة هذه والربح هذا يكون بإذن الله ربح حلال ينجم المواطن يستهلكه، ينجم يأكل منه، ينجم يصدق منه، ينجم يحج به، ينجم يعمل به كل أبواب الخير، وشاهية طيبة للجميع. يعطيك الصحة سي توفيق. انتم زادة نجموا تطرحوا أسئلتكم على الصفحة الرسمية لمصرف الزيتونة على facebook.com/bank.zaytouna.tn، وإن شاء الله معرفة طيبة. برنامج معرفة طيبة للإجابة على تساؤلاتكم حول المالية الإسلامية. معرفة طيبة، فكرة وأعداد مصرف الزيتونة. مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.